عند دخولك الاختبار عبر المتصفح الآمن، ستلاحظ أنه لا يمكنك التنقل بين البرامج الخارجية المتوفرة في جهازك إلى حين الانتهاء من الاختبار. هذه هي أدوات الاختبار. يمكنك التنقل بين أسئلة الاختبار عن طريق اختيار السؤال المراد الإجابة عنه، كما يمكنك تكبير وتصغير الخط، عكس الألوان، استخدام الآلة الحاسبة وغيرها. يمكنك الضغط على السهم اليمين لانتقال للسؤال التالي، والضغط على السهم اليسار للعودة للسؤال السابق. عند الضغط على هذا الزر سيتم وضع هذا السؤال للمراجعة والعودة للسؤال لاحقا. الآن يمكنك حل أسئلة الاختبار. في قائمة الأسئلة تمثل الإشارة الخضراء بجانب كل سؤال الأسئلة التي تم حلها، بينما تمثل الإشارة الحمراء بجانب كل سؤال الأسئلة التي تم وضعها للمراجعة، وتمثل الإشارة الرمادية بجانب كل سؤال الأسئلة التي لم يتم حلها بعد. هذا الرقم يمثل نسبة إنجازك لحل أسئلة الاختبار حتى الآن. لتسليم الاختبار يمكنك الذهاب للسؤال الأخير ومن ثم الضغط على هذا الزر للتسليم ثم التأكيد، أو من قائمة الأسئلة يمكنك الضغط على هذا الزر للتسليم ثم التأكيد.